إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات تلاميذ أباء اللي راكم تشاهدوا فينا. سنة خامسة ابتدائي، اليوم بإذن الله تعالى راح نديروا اختبار الفصل الثاني في مادة الفرنسية. سأترك لكم النموذج جاهز لتبعه في صندوق الوصف على شكل PDF. أما بالنسبة لنموذجين السابقين تاع الفيديوهين اللي فاتوا، أنا آسفة كان هناك مشكل في تطبيق PDF. إذا فقط قبل أن نبدأ حاولوا تشاركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، هكذا باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي راح نحطها في جميع المواد بإذن الله تعالى. إذا فنبدأ على بركة الله. بسم الله. أمين est un enfant tunisien qui adore voyager. Le jeudi 27 mars 2019, il est venu en Algérie avec sa famille. أمين هو طفل تونسي يحب السفر. Le jeudi الخميس 27 مارس 2019 جاء للجزائر مع عائلته. Ils sont allés à la Casba d'Alger. وذهبوا إلى القصبة. قصبة اللي موجودة في الجزائر العاصمة. Au musée national de Sirta. راحوا للمتحف الوطني سيرتا اللي موجود في قسنطين في قسنطينة. Et les montagnes de Hogar. Au désert. وراحوا الجبال الهوغار اللي موجودة في الصحراء. ديزير هي الصحراء. Les montagnes هما الجبال. Où il y a des jolis dromadaires. وأيضا لقاو جمال رائعة جولي جميلة. دروماديغ هما الجمال. أمين a adoré ce voyage exceptionnel. أمين يحب السفر الرائع ولا المدهش. دونك نعاودو مع بعض لو تكست باش التلميذ يتعلم لا ليكتور. الأمهات اللي راكم تشاهدوا فيها دائما نوصيكم أنكم تعلموا أولادكم لا ليكتور باش هكا في السوجي يقدروا يقراو لو تكست، لأنه لما يفهم التلميذ لو تكست هكذا راح يقدر يجاوب على الأسئلة. أمين est un enfant tunisien qui adore voyager. Le jeudi 27 mars 2019, il est venu en Algérie avec sa famille. Ils sont allés à la Casbah d'Alger, au musée national de Sirta et les montagnes des Hogar. En désert, où il y a des jolis dromadaires, Amine a adoré ce voyage exceptionnel. Donc, on a les questions. La compréhension de l'écrit est la question. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. أمين est algérien ou la tunisien. أمين est tunisien. أمين تونسي. وقدم إلى الجزائر. Deuxième question. Où est allée l'Amin? Où يعني أين. Où يعني أين. وين راح l'Amin? L'Amin راح لكسبة دالجي. وراح للمزيو ناسيونال سيرتا وراح لي مونتان دي هوغار او ديزير. دونك نكتبوهم مع بعض. اول حاجه راح لا كاسبا دالجي. لا كاسبا دالجي يعني قصبه الجزائر العاصمه. يعمل التلميذ فيرغول ويكتب لو ميزيو ناسيونال سيرتا يعني المتحف الوطني سيرتا. دونك سيرتا. وايضا نديرو فيرغول وزيد لي التلميذ وين راح. ايضا راح لي مونتان دو هوغار او ديزير. نكملو او ديزير يعني في الصحراء. دونك هادو هما المناطق اللي راح ليهم امين لما جا للجزائر. راح لكاسبا دالجي قصبه الجزائر العاصمه، لو ميزيو ناسيونال سيرتا المتحف الوطني سيرتا، وراح لي مونتان دي هوغار او ديزير. هادو جبدناهم من النص. كيف حتى يعرفهم التلميذ؟ يبحث التلميذ على الي. دونك شاهدوا يا تلاميذ، الي الي ها هو لو فيرب الي على كاسبا دالجي فيرغول او ميزي ناسيونال دو سيرتا اي لي مونتان دي هوغار او ديزير. دونك هادو هما المناطق اللي راح ليهم لامين. نروح الآن للثوازيام كيستيون. غلاف دو تكست، استخرج من النص لو سينونيم دي مو مانيفيك. مرادف كلمة مانيفيك. مرادف كلمة مانيفيك هي اكسبسيونيل. كنت درتها من قبل وراهي يعني تقريبا دائما يعودوها لنا في النماذج. مانيفيك يعني رائع. مانيفيك رائع. اكسبسيونيل يعني مدهش. عندهم نفس المعنى مانيفيك اتيغال اكسبسيونيل.
Quatrième question. Souligne le CCL. Souligne, يعني نسطر على CCL. CCL يا تلاميذ، أول حاجة نسقسي التلميذ le CCL. سي كوا le CCL؟ le CCL هو ظرف المكان. لازم التلميذ يكون يفرق بين CCT و CCL. بزاف تلاميذ لما يقول لهم في النموذج CCL يصرى لهم لخبطة ما بين CCL و CCT. دونك أنا عليا أنه نحفظ وحدة فيهم. أنا دائما نقول للتلاميذ تاعي T زمان. دونك يحفظ التلميذ وحدة أكيد أنه الثانية تجيه سهلة. T زمان معناها CCT راني ظرف زمان. T زمان ولا نقول وقت. وقت ولا زمان. T زمان ولا وقت. وCCL هو ظرف المكان. دونك هذه فقط كملاحظة لكم يا أمهات. نقول ابني تي زمان ولا سيسي تي زمان. دونك تبقى لو ال هي مكان، ظرف مكان. لا فراز واش تقول؟ لو جودي 24 مارس 2019 لامين اي الي ا الجيري. الخميس 24 مارس 2019 لامين قادمة الى الجزائر. دونك اش طلب مني هنا؟ ظرف المكان. دونك هنا عملوا لكم بياج، حطوا لكم في الديبي تاع لا فراز سي سي تي وقالوا لكم سوليني لو سي سي ال، وانا على بالي سي سي ال هو ظرف المكان. دونك يبحث عليه التلميذ كما نشاهد. ها هو ا الجيري الى الجزائر، سي تان سي سي ال. دونك هنا يتوله التلميذ. لهذا قلت يا امهات اللي راكم تشاهدوا فيها، لازم التلميذ يكون على باله بلي ال هي لو ليو، هي المكان، و ت هي لو طون، هي الوقت، ولا نقولو الزمان. دونك ا الجي ا لالجيري سي سي ال، كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. سانكيام كاستيون، كومبليت، اكمل. لامين اي تونيزيان، لامين تونسي. سارا اي، اذا هنا لاحظوا بلي راني راح نحول للفيمينا. جيكري تونيزيان اي او ان، وبعدها يكتب التلميذ، يضيف التلميذ ان او تونيزيان، تونسية، تونسية، تونسية معناها تونسي. لامين تونسي، سارة تونسية، تونسيان. دونك هنا يلاحظ التلميذ بلي الكلمات اللي خلصوا بالاي او ان توجور ان. نقول للتلميذ شوف باش تخلص الكلمة تاعك، اي او ان يضيف التلميذ ان او في المؤنث. دونك هذه ايضا كملاحظة جد مهمة. نروحو للسؤال اللي بعده. كومبليت. لامين ا ادوري سو فواياج اكسيبسيونيل. عندي لو برونوم جو وعندي هنا لو باسي كومبوزي. هنا واش يدير التلميذ؟ لاحظوا هنايا بلي لو فيرب ادوري لي فيرب دي بروميي جروب باسكو خلص بالاو اكسون. هنا لاحظوا بلي راهو يتاكوردا مع افوار. دونك مع جو جيكري لو فيرب افوار جي ا اي، وبعدها يكتب التلميذ، وبعدها يكتب التلميذ لو فيرب ادوري. هنا لو فيرب ادوري مش راح يتبدل باسكو راهو كونجيغي متاكوردا مع لو فيرب افوار. جي ادوري سو فواياج اكسيبسيونيل. نرجعو الان لا برودكسيون ايكريت اللي هي على 4 بوين. tu as visité une ville ou un lieu que tu as adoré. rédige un texte de 3 à 4 phrases pour raconter ta visite. يعني انت زرت مدينه او مكان مميز تحبه، احكي لنا في فقرة من 3 إلى 4 جمل وحكينا على هاد لا فيزيت، يعني واش صرا في هاد لا فيزيت، وين رحت الى اخره. الوغ هنا درت لكم لا برودكسيون ايكريت، كنت درتها من قبل. ان فيزيت ا الجي. pendant les vacances d'été j'ai voyagé avec ma famille à alger. nous avons visité la kasba. j'ai mangé des plats délicieux. nous avons pris des photos. quelle belle visite. ما اجمل هذه الزياره. اول حاجه يديرها التلميذ انه يكتب لو تيتر باسكو راح يدي عليه النقطه. ثاني حاجه يحترم الماجسكول في بدايه الجمله. دونك هنا الاون يكتب الاي ماجسكول. الجي سي تان نو بروبر، ايضا لازم يكتبوا بالماجسكول. هنا يخلف مربعين، يكتب لي الديبو تاع، يكتب لي البدايه، يكتب لي المقدمه. البي كيما نلاحظوا هنايا ماجسكول، وايضا نحترم لا بونكتياسيون، ندير الفيرغول و لو بوان. ايضا في الفقره الثانيه يخلف لي مربعين، يبدا لي بالماجسكول. نو زافون فيزيتي لا كاسبا سي تان نو بروبر، سي بور سا كتبناها بالماجسكول. ايضا كما قلنا الجي، يدير هنا لا بونكتياسيون لو بوان. جي مونجي دي بلا ديليسيو بوان. نو زافون بري دي فوتو. هنا ورا توجور ورا لو بوان نستعملو
نكتب البداية تاع الجملة تاعنا بالماجيسكول، لأنه كما نقوله كأنه بدينا جملة أخرى. Nous avons pris des photos. Quelle belle visite. إذن الخاتمة quelle belle visite، ما أجمل هذه الزيارة. ويختم التلميذ بعلامة التعجب point d'exclamation. نكون درنا اختبار الفصل الثاني في مادة الفرنسيال سنة الخامسة ابتدائي. حاولوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وأي استفسارات زوروا صفحتي على الفيسبوك. سأترك لكم في صندوق الوصف أيضا عدة تمارين تدعيمية، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.